السلام عليكم. إسرائيل طورت مقاتلات الشبح الخاصة بها بشكل خطير للغاية على إيران، إلى درجة بأنها تمكنت من وضع واحدة من أهم القنابل وأخطرها على الإطلاق على المنشآت النووية الإيرانية، وهذا جاء من مصدر عبري، وهذا المصدر هو ناو 14 هو الذي نشر هذه الأمور بشكل حصري وهذه التفاصيل، وكان قد وضح بأن إسرائيل تمكنت من عملية تطوير طائرات الشبح F-35 الخاصة بها، إلى درجة بأنهم تمكنوا من ربط قنابل البنكر باستر، ألا وهي قنابل مخترق القبو، ليجعلون هذه الطائرة قادرة على حمل هذه القنابل، وهذه القنابل هي قادرة على ضرب المنشآت التي تقبع تحت الأرض، وهنا تكمن خطورة هذا التطور الجديد، فهو ليس بالعادي أبدا، وليست كل دولة تستطيع القيام بهذا الأمر. وطبعا قد نشروا صورا بهذا الشكل لهذه الطائرة، طائرة F-35، وهي تحمل القنابل، ألا وهي قنابل البنكر باستر، وهذه صورة أخرى طبعا كما ترونها. وإذا ما حاولنا الاقتراب من هذه القنبلة لنتعرف عليها، فالقنبلة هي من نوعية LGBU-31، قنبلة قادرة على ضرب المنشآت طبعا الموجودة تحت الأرض بكافة أشكالها. الآن هذه الطائرة قادرة على حملها، وطبعا هذا يجعل إسرائيل الوحيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك هذه الطائرات وتمتلك تقنية ربط هذه القنابل بطائرات F-35 الشبح. لا بريطانيا، لا فرنسا، ولا غيرها من هذه الدول الأوروبية وحول العالم قادرة أو تمتلك هذه الإمكانية الآن. وطبعا إسرائيل هنا تتحدث بأنها قامت بتجربة ناجحة للطائرات، وهي تحمل هذه القنابل، وقامت بتجربة متكاملة بالنسبة لها طبعا. ونفس المصدر كان قد وضح بأن هذه رسالة واضحة لإيران، رسالة مباشرة لإيران. وطبعا لكي نفهم على المستوى العملي ما الذي يعني هذا الأمر ولماذا هو خطر على إيران، طبعا هذه الطائرة أولا بمجرد ما تصل إلى الأجواء الإيرانية فإن إيران لن تعرف أبدا بأن هذه الطائرة تحلق فوق أجوائها، لا الرادارات الخاصة بها قادرة على معرفة أو ضبط هذه الطائرة، ولا حتى المنظومات الدفاعية حتى من S-300 الروسية المتواجدة في إيران قادرة على تشكيل أي تحد أو أي خطورة على هذه الطائرات. وعلى هذا الأساس هذه الطائرات ستكون خطيرة للغاية، وممكن أن تحلق في أي وقت على المفاعلات النووية الإيرانية، وطبعا مباشرة تسقط القنابل على هذه المفاعلات، وحتى وإن بدأت بإسقاط القنابل لن تتمكن إيران من فعل شيء لهذه الطائرات، ستعرف بأن المفاعلات تتعرض للقصف ولكنها غير قادرة على فعل شيء، وبالتالي هذه الطائرات فجأة تحولت إلى خطر كبير على إيران. وقد يتحدث البعض عن مسألة طائرات تزويد الوقود، يجب أن ننتبه بأننا بداية هذا الشهر وتحديدا في 9 يوليو كانت هنالك مناورات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إسرائيل استمرت لمدة أسبوع على المقاتلات الخاصة طبعا بينهما. وطبعا بالنسبة لإسرائيل كانت قد استخدمت أثناء هذا التدريب طائرات KC-46 الخاصة بتزويد الوقود، وطبعا هذا يعني أن الطائرات قادرة على إيصال طائرات F-35 أو مساندتها عند الانتهاء من مهمتها في تزويد الوقود الخاص بها، لكي تعود هذه الطائرات إلى أدراجها من حيث المنطقة التي جاءت بها وتستطيع التحليق فوق الأجواء العراقية، منتظرة طبعا طائرات F-35 لتتحصل على الإسناد الخاص بها. وبالتالي الآن إسرائيل بمعنى آخر هي قادرة لوحدها القيام بهذه العملية دون الحاجة للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هو التطور الجديد. طائرات تزويد الوقود، طائرات الشبح موجودة وقادرة على حمل قنابل مخترق القبو. نعم هي ليست كالقنابل مخترق القبو المتقدمة المتطورة الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، مثل GBU-57 أو حتى قنبلة GBU-72 التي طبعا فقط طائرات مهمة وكبيرة وعملاقة خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، مثل طبعا طائرة B-52 أو B-2 القادرة على حمل هذه القنابل الثقيلة. هي في حقيقة الأمر هي طبعا ليست مثلها، القنبلة GBU-31 التي تتحدث عنها إسرائيل أقل ضررا من هذه القنابل، ولكن إذا ما أطلقت إسرائيل 20 إلى 30 قنبلة بدلا قنبلة واحدة مثل هذه ستضع أضرارا ودمج وضرر عالي للغاية على المفاعلات النووية الإيرانية، وهذا هو الذي يجعل الأمور مختلفة اليوم من خلال هذه الأنباء التي نراها. وطبعا ما يجعل الأمور أخطر
هو أن إسرائيل تهيئ بشكل كبير لهذه المسألة. فعلى سبيل المثال بداية هذا الشهر أساسا قبل هذا الإعلان هنا كما تلاحظ في 2 يوليو قامت إسرائيل بشراء 25 طائرة من طائرات F-35 من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 3 مليار دولار، وإسرائيل الآن تمتلك 50 طائرة من طائرات الشبح F-35 التي تحدثنا عنها. هذا يعني بأن إسرائيل ستمتلك 75 طائرة من طائرات F-35 في المستقبل، وبحسب هذه الأنباء كما نشرت وكالة رويترز شركة لوكهيد مارتن المتخصصة في صناعة هذه الطائرات قد بدأت بالعمل على صناعة هذه الطائرات. بالتالي إسرائيل تفكر كثيرا فيما هو قادم، وخاصة أنها تأتي في توقيتات مهمة للغاية. الآن وخلال هذا الشهر كان واضحا ببيان صادر من الأمم المتحدة من رافائيل غروسي مدير الوكالة للطاقة الذرية، أكدوا بأن المفاوضات مع إيران النووية قد توقفت تماما، وإيران لا زالت مستمرة في تخصيب اليورانيوم وكذلك تجميع اليورانيوم المخصب بنسبة عالية، نسبة 60%، ليست نسبة عادية أبدا. بل إن محمد سلامي الذي ترونه هنا وهو رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، هذا الرجل قد أعلن بحسب مهر نيوز الإيرانية يوم أمس بهذه الطريقة، أكد بأن الآن إيران تخطط إلى بناء 5 مفاعلات نووية جديدة سينتهون من العمل بها في عام 2041. وهذا يعني بالنسبة لإسرائيل على المستقبل البعيد إيران تتوسع وتتوسع وتتوسع. وطبعا هذه مسألة حتى الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في الكونغرس الأمريكي ينتبهون إلى خطورتها بشكل كبير. فالرئيس الإسرائيلي هيرتزوغ على سبيل المثال كان يوم أمس في الولايات المتحدة الأمريكية، التقى بالرئيس الأمريكي جو بايدن، وقف أمام الكونغرس الأمريكي بهذا الشكل وألقى كلمة عن شراكة إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية والقيم وغيرها من هذه التفاصيل. وعندما وصل إلى إيران كان التصفيق بهذا الشكل عندما قال بأن إسرائيل لن تسمح لإيران أن تصل إلى العتبة النووية لا على المستوى الدبلوماسي ولا غيرها. وقف جميع أعضاء الكونغرس الأمريكي بهذا الشكل يصفقون طبعا للرئيس الإسرائيلي في إشارة واضحة إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية لما تريده إسرائيل ولنواياها بتوجيه ضربة لإيران إذا طبعا اضطرت على هذه المسألة. وطبعا إيران منتبهة لكل هذه التفاصيل إلى درجة بأن فجأة بحسب هذه العلامات التي ترونها اليوم فجأة ظهرت منطقة فوق إيران توضح بأن هذه المنطقة كان قد تم إعلان النوتمز الذي ترونها أو نوتم، وهي تعني بمعنى آخر بأن هنالك حظر جوي وسط إيران على أي طائرة مسيرة أو غيرها ممنوع أن تحلق فوق هذه المنطقة التي تأتي. طبعا إذا ما اقتربنا من هذه المنطقة التي ترونها ستلاحظ بأننا أمام يزد إلى شمالها، وسترى بأننا أمام أصفهان. وطبعا هذه المنطقة بدأت فيها تدريبات عسكرية إيرانية اليوم مع هذه الإعلانات. لاحظ كيف الأمور يعني بيوم واحد ب24 ساعة من الأنباء أصبحت الأمور بهذا الشكل. وهنا تقريبا إلى شمال أصفهان كما نعلم هنالك مفاعل نطنز النووي الذي يتم فيه تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وأيضا في هذه المنطقة تقريبا بالقرب من قم هنا هو مفاعل فوردو الذي أيضا يتم فيه تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وتتم فيه إضافة أجهزة الطرد المركزية المتقدمة IR-6 IR-4 وغيرها، ويغيرون السلاسل الخاصة بأجهزة الطرد المركزية. بالتالي واضح جدا التدريب قريب للغاية من هذه المنطقة في توقيتات حساسة للغاية. وهنا السؤال الأكبر بالنسبة لإيران، هل إسرائيل الآن ستضرب إيران أم لا؟ هذا هو السؤال الذي يطرح. بالنسبة لإيران الآن كل ما عليها فعله هي البقاء على مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% وألا تتعدى هذه النسبة أبدا كما فعلت في الفترة الماضية. كما تلاحظون في الأول من مارس عندما جاءت التقارير تتحدث بأن إيران عبرت بتخصيب اليورانيوم نسبة 80% وصلت إلى 83.7%، نسبة قريبة من 90%. التخصيب على مستوى الوصول للقنبلة النووية، العالم اهتز، الشرق الأوسط اهتز، وبدأ الناس ينظرون بأن إسرائيل قد تفعل شيئا في هذه اللحظات، وخاصة وأن الآن نتنياهو قد وضع خط أحمر بحسب وكالة رويترز مؤخرا كما تلاحظ في 30 يونيو وضع الخط الأحمر بالنسبة لإسرائيل. تصل إيران إلى نسبة 90% من تخصيب اليورانيوم
وإسرائيل مضطرة أن تضرب المفاعلات النووية، هو نفس الخط الأحمر الذي وضعه طبعا جو بايدن لإنهاء أي مسألة دبلوماسية، والخيار العسكري سيكون مطروحا على الطاولة. ولكن كانت هنالك تقارير قبل هذا التقرير توضح أن إسرائيل وضحت للولايات المتحدة أكثر من 60% تخصيب لليورانيوم وستضرب المفاعلات النووية. وطبعا هذه المسألة خطيرة بالنسبة لإيران في هذه القضية، وبالتالي هم عليهم البقاء على مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% والبقاء على مستوى الحفاظ على الرغبة في الدبلوماسية والعودة للاتفاقية النووية. لكن المشكلة الآن بالنسبة لإيران كما تحدثنا المفاوضات النووية متوقفة معها، وبأنها بدأت تتعرض إلى ضغوط ليست بالعادية بسبب هذه المادة التي ترونها وهذا القرار الذي يأتي جزءا طبعا من الاتفاقية النووية، وهو القرار 2231 المرتبط في مسألة الصواريخ البالستية. ستنتهي صلاحية هذا القرار في أكتوبر القادم، ويعني باختصار بأن إيران ستتمكن بعد ذلك بعد أكتوبر من إرسال الصواريخ البالستية بجميع مداياتها إلى روسيا لكي تستخدمها طبعا في الداخل الأوكراني. والأوروبيون بدأوا بالتحرك بشكل سريع من أجل الخلاص من هذا السيناريو، وبدأوا بالتحرك بحسب وكالة رويترز في 48 ساعة الماضية يحاولون إقناع الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي بأن علينا تمديد هذه العقوبات. لكن هنالك مشكلة هم لاحظوها تماما بأنها ستقف كعائق أمامهم بسبب أن هنالك دولتين ستقف أمام مسألة تمديد هذه العقوبات، وهذه الدولتين هي الصين وهي روسيا، قادرين تماما على الوقوف ضد أي تمديد للعقوبات. الاتفاق اتفاق واحد، وهذا القرار انتهت صلاحيته، وبالتالي لا حق لكم أيها الأوروبيون وأيها الأمريكيون بفعل أي شيء تجاه هذا القرار، انتهى وانتهت مسألته. ومرشح أن روسيا ستقف ضده طبعا بكل تأكيد، لذلك شخصيات في الكونغرس الأمريكي مهمة مثل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب منندز الديمقراطي طبعا، وكذلك بيل هاجرتي السيناتور الجمهوري، قاما بوضع طبعا مشروع قرار مهم في الكونغرس الأمريكي بمشاركة طبعا من الجمهوريين ومن الديمقراطيين مشتركين ومتفقين على هذا المشروع وعلى هذا القرار، وهو كما يطلقون عليه ميسلز أكت. وهذا القرار ببساطة سيلعب ضد السيناريو الروسي الصيني، هذا القرار ببساطة. إن انتهت صلاحية هذا القرار لم تلتزم إيران، وقفت الصين وقفت روسيا ضد هذه المسألة، وبدأت طبعا بالنسبة لإيران بإرسال الصواريخ البالستية الخاصة بها على سبيل المثال إلى روسيا، فإن هذا القرار يتم التصويت عليه في الكونغرس الأمريكي، وبالتالي هو ينص على مسألة بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستتمكن من وضع عقوبات على أي دولة ممكن أن تساعد أن تساهم أن تمول بشكل مباشر بشكل غير مباشر مسألة الصواريخ البالستية الطائرات المسيرة أو غيرها. يعني على سبيل المثال إن كانت أي من هذه الدول الموجودة هنا تركيا أو غيرها تعاونت بأي شكل من الأشكال ستتعرض إلى عقوبات، بالتالي الضغط على الجميع لإبقاء الأمور محاصرة. ولكن طبعا كما نعلم أن روسيا عليها عقوبات، إيران عليها عقوبات، لا زالت الطائرات المسيرة تصل إلى روسيا، وبالتالي ليس واضحا كيف لهذا القرار أن يكون مؤثرا. ولكنه سيطرح على الطاولة أيضا مسألة أخرى، بأن بريطانيا الآن والأوساط البريطانية لا زالت تضغط بشكل كبير على مسألة وضع الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب. وطبعا الأوساط كانت واضحة البريطانية مثل The Guardian بهذا الشكل يوم أمس بأن هنالك تحرك محاولة إقناع بريطانيا يجب أن تضع الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب، وإيران كانت واضحة تضعون الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب تنتهي الدبلوماسية معكم، وهذا يعني إيران ستذهب إلى القنبلة النووية أو تخصب اليورانيوم بنسب أعلى، ويعني بأن إسرائيل ستذهب مع الخيار الذي تمتلكه وهو طائرات F-35 وقنابل GBU-31 مخترق القبو لتتجه لضرب هذه المفاعلات. بالتالي البعض يقول بأن منطقة الشرق الأوسط على